السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحياتي لكم يا جماعه، تحياتي لكل متابعينا وكل الناس الجميله اللي منورنا على قنواتنا على اليوتيوب. تحياتي لكل متابعينا في كل مكان في الوطن العربي وكل مكان في محافظات مصر. طبعا معانا يا جماعه لكل الناس اللي بتحب الكلاب الجيرمان، وزي ما وعدتكم ان بعد العيد مباشره هنبدا ان احنا نعرض فيديوهات كتير لكلاب كتير اللي بتنباع. هتشوفوا مواصفات جميله، هتشوفوا حاجات جميله جدا، وهتشوفوا اسعار محدش يتخيل. ده كلب جيرمان دلوقتي احنا عارضينه على اليوتيوب طبعا للبيع. الكلب ده طبعا شغال جوازات يا جماعه، اللي عنده انتهيات جيرمان، اللي بيدور على حاجه مثلا للجوازات الحاجات دي. شايفين المواصفات، بسم الله ما شاء الله، جمجمه كبيره، الوانات غامقه، وش ماسك في الوش، كلام من ده، خشب عريض، ديل في الارض، حاجات زي كده. طبعا زي ما احنا شفنا الكلب دلوقتي في الفيديو، واظن مش حدش هيعرف يصور فيديو زي اللي انا بنصوره في مواصفات الكلب. يعني وضحت لكم في اول الحلقه دلوقتي شكل الكلب عامل ازاي. طبعا الكلب ده احنا عارضينه للبيع، بسم الله ما شاء الله، واخد تطعيماته كامله، واخد تطعيمات الحشرات، الديدان، الحاجات دي كلها، المطهرات المعويه، الحاجات دي كلها. الكلب صحته زي ما احنا شايفين. طبعا ادي شكل الكلب، بسم الله ما شاء الله، ما فيهوش اي مشكله. الكلب طبعا جوازات، شاطر جدا، شراسه خفيف، طاعه، في طاعه برضو كويسه. يعني كلب مش بتاع دوشه، مش بتاع هيجان، مش بتاع الكلام ده كله. كلب محترم جدا. شايفين يا جماعه زي ما احنا شايفين، بسم الله ما شاء الله، جسم الكلب مفتوح، صدره مفتوح، الشكل اللي احنا شايفينه ده كله. الكلب ده يا جماعه معروض ب 3500 جنيه. احنا النهارده الصبح عرضنا واحد شكله بالظبط ب 2500 جنيه، وده عامل 3500 جنيه. اي حد حابب ان هو يشرفنا في المزرعه او حابب ان هو يتابع معانا، هيتابع على رقمنا 0130 35 709. ده رقم المزرعه، الرقم مفتوح معاك كل يوم من الساعه 12 الظهر للساعه 6 المغرب ما عدا يوم الجمعه. الرقم يا جماعه مفتوح معاكم من الساعه 12 الظهر ل 6 المغرب ما عدا يوم الجمعه. طبعا مفيش حاجه اسمها حجز، مفيش حاجه اسمها ان الكلب ده بتاعي واعمل حسابي هنيجي ناخده، الكلام ده ملغي عندنا خالص. احنا ماشيين بقانون الصلاه على من حضر. طبعا دي حاجه اسمها تقديريا في البيع والشراء. طبعا الكلب بسم الله ما شاء الله دبابه، زي ما احنا شايفين حجم دبابه، تمام. كلب جميل جدا، مواصفاته جميله جدا، كلب مستواه واضح في الفيديو، مش عايزين اكتر من كده. يعني المستوى واضح يا جماعه. دلوقتي هنحاول ان احنا نصور، نطول المقطع شويه مع الكلب، واظن انا كده قلت على الكلام كله، والمواصفات بتحكم في الفيديو. يعني المواصفات واضحه قدامك، انت تقدر تقيم وتقدر تشتري. الكلب قلنا عامل 3500 جنيه، تمام. شكل حلو، سعر حلو، خشب عريض، كلب شاطر في جوازات، خصيتين كاملين، جسمه كويس، شعرته بتلمع، شعرها طويله لونج هير، مواصفاته جميله، دماغ كبير، ده من النوع اللي يجيب لك جراوي كويسه، يعني مواصفاتها كويسه. ما سبقش ليه الجواز قبل كده عشان يبقى عندك علم، تمام. لكن الكلب طبعا عنده قابليه للجواز، وبيجري، يعني متاح ان هو بيجري ورا النتايه وعايز يتجوز على طول والحاجات دي كلها. طبعا بسم الله ما شاء الله على جسمه، شايفين الحجم يا جماعه، طبعا واضح في الفيديو. هنكمل دلوقتي ونسيبكم مع الكلب كده تتفرجوا عليه شويه، تمام. واللي حابب يتابع معانا هيتابع على رقم المزرعه 0130 35 709، تمام. وطبعا المكان هنا مفتوح كل يوم من الساعه 12 الظهر للساعه 6 المغرب ما عدا يوم الجمعه. يلا يا جماعه نتابع كده ونشوف مواصفات الكلب ونشوف شكله ونحدد ونوضح اكتر، ومعنى كلمة توضيح في الفيديو، ومعنى كلمة ان انت بتبيع حاجة موثوق فيها. تحياتي للجميع واحلى مساء عليكم. سيزار سيزار.